أنا دكتورة نجلاء الحصري، استشاري جهاز الهضم والكبد والمناظير ورئيس القسم في مستشفى ميدي كلينيك فرع العين. زي ما حضراتكم عارفين إن الذكاء الاصطناعي دلوقتي يستخدم في جميع المجالات الطبية. بالنسبة لتخصص الجهاز الهضمي والكبد، أهمية الذكاء الاصطناعي هو التشخيص الدقيق بشدة والتشخيص المبكر للأحجام الصغيرة والكبيرة من الزوائد اللحمية أو لحمة المعدة والقولون، وده طبعا بيساعدنا على ان احنا نشخص بدقه شديده اي لحمه موجوده داخل المعده او القولون. بنقدر بمنتهى الدقه نشخصها، وفي نفس الجلسه او نفس عمل المنظار بنشيلها، ودوت بيوفر على المريض ان هو يعمل اكتر من مره منظار عشان يتاكد اذا كانت الزوائد اللحميه كلها اتشالت او اتشخصت وتعالجت ولا لا. وده هيخلينا نوفر عليه تحضير كتير وذهاب للمستشفى بشكل متكرر. فالذكاء الاصطناعي في الحالة دي بيساعدنا على ان احنا نشخص بدقة شديدة ونعالج غير الاول. كنا الاول احيانا في حاجات صغيرة ما بنقدرش نشوفها بالعين المجردة، لا دلوقتي بتحدد بزيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي. والجهاز موجود في ميدي كلينيك فرع العين شارع خليفة.